تحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين. يا أستاذ سائل، من متابعينا إنه وزنه ما يزيد وعوطنا المشي الجنسك ومو ذاك الفعالية حتى تصير بنيته، حتى يعني عافية ما عنده. يعني اليوم اللي أقدم له فشي مو كيميائي ولا عشبي، فشي من جمال رب العالمين ومن الطبيعة. اليوم اللي أوصف لك إنه واحد لتر حليب الجاموس، سواء من الفضلية أو بعينك تشوف واحد عنده جاموس ويحلب قدامك بطل واحد لتر حليب جاموس، تفوره لما يغلب لتشيل كشفة ولا خرج، تخليه معه، جيب له قرصة خبز تثردها، لأن يثرد يدري بس اللي ياكل ما يدري. خاش وقتين شكر فوق الحليب مال الجاموس الأصلي، الأصلي مو من هذا مال الغواطي، والقرصة مال الخبز هسه شو معوزين؟ خاشوقة ذهن الحر أو تتريق وانت كلش راح يصير عندك من تفاعلات من قوة الطبيعة. النحلان والخمول والغثيان ما عندك حيل، راح تتحول إلى باور، إلى بركان، إلى شعلة من النار، راح تباوع على اللور يقول جوز وقفة، تشوف صبة كونكريتية تقول جوز راح أقلبها، القرص حبو 20 راح يصير عندك 5 كيلو، راح تختلف عندك الموازين. اليوم ضربت حليب الجاموس والشكر والدهن الحر والخبزة الصبح الساعة 6 الفجر، حميتهن وضربتهن وادعي لي واحلى رماش.